رجعنا لكم أعزائي المشاهدين مع آخر فقرة من فقراتنا، والشيف المبدع الشيف عبد الصمد الهوساوي حيقدم لنا اليوم طبق أتوقع أنه من المطبخ الهندي. خلينا نشوف الشيف إيش طبقنا اليوم. أهلا وسهلا فيك شيف، تفضل. أهلا وسهلا فيكم بالسادة المشاهدين. طبقنا فعلا اليوم للمطبخ الهندي. اليوم حنقدم طبق فندالو، طبعا طبق مميز ويعني اشتهر في المطبخ الهندي. هو عبارة عن ممكن مكونات أساسية اللي هي حنقدم كبدة الدجاج، طبعا ممكن استخدام السمك او اللحم او استخدام الدجاج. يمتاز المطبخ الهندي والطبق الهندي دائما بكثره وتعدد الاصناف المضافه اللي داخله في الطبق، خاصه البهارات، ما بين البهارات المطحونه وايضا البهارات الحب، بالاضافه نسبه بسيطه جدا من الخضروات، دائما يعتمدون على البطاطس وشويه من الاوراق العطريه، لكن مكون الاساس في الاكلات الهنديه هي اضافه البروتين، ثم يضاف بعد كده البهارات المطحونة بالإضافة للبهارات الحب. حنقدم اليوم قلنا كبدة الفندالو، طبق مميز هندي جدا. أتمنى إن شاء الله السادة المشاهدين يتابعوا معنا. كبدة إيش يا شيف؟ تقريبا دجاج. كبدة دجاج. كبدة دجاج، بس إيش اسم الطبق؟ فندالو. فندالو. إيه نعم. هذا اسم طبق. إذا استخدمنا كبدة هندية يعني. كبدة فندالو هو طريقة طبخ أو طريقة يعني طريقة طبخ. يسمى الفندالو. إذا استخدمنا الدجاج حنقول دجاج فندالو، إذا استخدمنا السمك حنقول الطريقة نفسها فندالو. إيه نعم. جميل. لأنه أصلا يمكن إحنا بالذات هنا في المنطقة العربية يعني تعرفنا على المطبخ الهندي اللي هو الدجاج الكاري أو الرز البرياني، لا هنا كثير من الأصناف والأطباق المختلفة سواء من شمال أو من جنوب أو من شرق أو من غرب الهند. طبعا نبدأ وبداية تقليدية في المطبخ الهندي، دائما قلنا هو عبارة عن الطبخ. عبارة عن الطبخ تحتاجنا دائما في يعني نستخدم ملعقة سمن أو ملعقة زيت طعام. بعد كده حنستخدم البصل، عندنا بصل مقطع شرايح حنضيفه مباشرة، لأنه حنعمل عملية تسوية للبصل. بإضافة البصل حنضيف 3 فصوص ثوم و3 فصوص من الفلفل الحار. إضافة الفلفل الحار في هذه المرحلة يزيد الأكل يعني حرارة زيادة. حنضيف مع البصل والفلفل حنضيف البهار الحب، تقريبا عود من القرفة. الله يعينني أنا قريب من الطبخة هنا، أنا بديت يعني. أيوة دائما تقلية الفلفل شف. الفلفل الحار نعم قوية، تعمل حساسية للجهاز التنفسي. حضيف الفلفل الأسود حب، أيضا هيل ومسمار. هذا تزيد في النكهة، كل ما حمصتها عن النار مع البصل تزيد في النكهة. حضيف أيضا ورق الغار، يعني قاعد أطبخ هنا وأنا خايف على نفسي. حنضيف الزنجبيل، تقريبا ملعقة طعام مبشور من الزنجبيل. عندي أيضا فلفل حار مجفف. أوف ترى عادي ممكن يعني. تقول المطبخ الهندي لازم يكون ممكن سبايسي. تقول إيش أنواع الفلفل ولا تحطها يعني عادي. كمية الفلفل اللي حطيته كذا قتلت طعم اللحم يمكن. حضيف الآن كبدة الدجاج. طب بما أنك قاعد تتكلم عن كبدة الدجاج، خلينا ناخذ قواعد أساسية للتعامل مع الكبدة بشكل عام، إن كان في هذا الطبق أو غيره. هل الكبدة لازم نغسلها ولا يفضل أنها على طول بدمها تتقطع تتنشف، ولا نغسلها وننشفها، وكيف نتعامل معها؟ هي المفروض تكون مباشرة، يعني تكون هي طازجة نستخدمها على طول في الطبخ تقطيعها. حنضيف بطاطس يعني تقريباً. ما نغسلها؟ بس معلش نص، اضفت نص بطاطس تقريبا، والبطاطس هذه بس نسلقها نص سلقه مع الدجاج. حنتكلم على حنضيف تقريبا ملعقه طعام من معجون الطماطم. طيب ما قلت لي شايف نغسل الكبدة ولا ما نغسلها؟ الكبدة نفضل نغسلها. يفضل نغسلها. إيه غسلها طبعا اكيد لازم نغسلها. حنضيف ايضا كمان تقريبا ملعقة من الطعام من بهار الكاري، وتقريبا ملعقة صغيرة من الكركم. وايضا ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، كمون وكزبرة وفلفل أسود مطحون. بعد كده
حضيف رشة بسيطة من الملح، ولو حبيت أن أضيف عصير ليمون كان أضيف ملعقة عصير ليمون أو ملعقة خل أبيض. حضيف شوية من الموية، تقريبا 3 إلى 4 ملاعق موية. هنترك تتسبك الكبدة مع البطاطس مع البهارات تقريبا مدة ربع ساعة. هوطي على النار شوية. أنا أدري إنه نحن استوينا قبل تستوي الطبخة. أنا تقريبا مجهز طبق أثناء التصوير. هنحاول نقدم مباشرة بالشكل هذا. مع ايش تقدم شيف يعني؟ في الغالب تقدم مع رز بيلاو. رز بيلاو هو رز كلاسيكي يقدم في المطبخ الهندي. هي فيها بطاطس ونقدمها مع رز. انا اتذكر الهنود ياكلوا دائما بالخبز، شو اسمه الخبز حق الهنود؟ الخبز الهندي التكه. الشباتي. شباتي. اي نعم. يعني ممكن نقدمها مع رز او مع خبز. مع خبز الشباتي او خبز النار، ممكن نقدمها مع اي نوع من انواع الخبز. بالشكل هذا. هنجيب خضار مشكلة، فلفل ألوان مع شوية بصل ومكسرات. هذا غير الفلفل اللي حطيناه في الطبق. فلفل ألوان بارد هذا. هذا البارد. اي نعم. بالشكل هذا تكون طبعا. يعني تقريبا كبدة بالفلفل. اي. حط الكزبرة اللي هي الدنيا. وهي شيء من جدا أساس يعني في المطبخ الهندي أيضا. ممكن نساوي غرفة ثانية لو حبينا كلها بالخبز. بالشكل هذا. معانا اتصال شيف، اتوقع معانا احد الجمهور حابة تسألك عن طبق اليوم او يمكن مين معانا؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا فاطمة؟ الحمد لله تمام، كيف اخبارك؟ بخير الله يسلمك، بس عشان الوقت فاطمة، ايش سؤالك للشيف؟ اي عندي سؤال لك، بس السؤال الاول الكبدة يعني اول ما نحطها يعني نسلقها في موية وملح وبعدين نحطها ولا كذا بس على طول؟ جديدة هذه، نسلقها بموية وملح. في عندك سؤال ثاني؟ ايوه، السؤال الثاني طريقة البروست. طريقة البروست، طيب تابعينا، وإذا كان ما قدر يجاوبك أكيد حيجاوبك في حلقات ثانية. أكيد. شيف، الكبدة تنسلق بماء وملح؟ الكبدة لا، ما تسلق بماء وملح. مباشرة. أما نستخدمها في الطبخ، تكون في نهاية الطبخ. في كل الوصفات شيف صح؟ في كل الوصفات. أي مستحيل إنه تنسلق. ولو استخدمناها يعني تشويح على الزيت أو السمنة نستخدمها مباشرة. الكبدة من البروتين أو من اللحوم إلا ما تاخذ وقت طويل جدا في التسوية. وتشد بسرعة على النار. جدا سريع، يعني ما تاخذ وقت طويل جدا، يعني هي كمان أيضا يعني ممكن مجرد ما يبدأ يتجفف الدم اللي فيها خلاص. تفضل عصارة التسوية حقتها تكون هي جاهزة الكبدة. طيب وبالنسبة للبروست؟ بالنسبة للبروست طبعا البروست يمكن أفضل أن نسويه نتكلم عنه أو نسويه على الهواء في حلقة. نحن نسوي نتكلم عنه، بس اتمنى انه يكون ما نتناول البروست باستمرار او بكميه كبيره في خلال فتره الاسبوع، لانه هو ممكن نستخدم فيه له اسوء انواع طرق الطهي اللي هي القلي في الزيت العميق. اما بالنسبه لاعداد البروست فهو طبعا دجاج كامل بعظمه وبجلده ايضا. بعد كده يتم نقعه في نسوي له عصاره من الثوم البودره، البصل البودره، الفلفل الابيض، بالاضافه للبهارات المطحونه. نسوي او وعصره ليمون صغيره او ملعقه صغيره من الخل، وننقعه في هذا هذه العصاره ليمكن ساعه او ساعتين في الثلاجه. بعد كده نشيله. نجيب البيض باضافه بيضه باضافه الملح والفلفل الابيض، ونجيب طبق اخر فيه له دقيق، ونجيب طبق اخر فيه له بقسماط. نشيل قطعه الدجاجه نحطها في البيض، بعد كده نحطها في الدقيق، بعد كده نرجعها للبيض، بعد كده نحطها في البقسماط. العملية نساويها مرة ثانية إن شاء الله قدام المستهدف المشاهدين. الفكرة من العمل هذا هو شيء يحفظ لي تتبيلة الدجاج ويحافظ لي على الدجاجة، وفي نفس الوقت يكسبها نكهتها تكون موجودة فيها، بعد كده تحافظ على القرمشة اللي نبغى نوصلها في الأخير. صحيح. الكريسبي يكون كريسبي. في بين قوسين في البروست اللي بالفرن، حاول انك تطلع لنا وصفة بروست اللي بالفرن اللي ما هو مقلي يعني فعلا شهي ولذيذ، وانت عاد بشطارتك حتقدر تجيب لنا هي. احنا ممكن نسويها بس ما حنغير اسم البروست، انه بروست هو قلي ان شاء الله. شكرا شيف، يعطيك الف عافية. وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم اعزائي المشاهدين، تكلمنا فيها عن النزاهة العلمية وعن أهميتها في حياتنا ووصلنا الى ختام حلقتنا، نلقاكم غدا في حلقة جديدة انا وزميلتي منى باذن الله. الى اللقاء باذن الله، ومن هنا الى نلقاكم غدا، نترككم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.